حاضرين لجديد طماطم سيكام؟ بولب مدشة محرحرة وموزوزة. اي نعم، أربعة منتوجات حاضرين باش طمطومة فريشكا كاليتي اكسترا 100% طبيعية وبدون مواد حافظة. تيك تاك، خمسة دقائق وصوصك حاضرة. شمر على ذراعك وورينا تصنيفك. تدلل مع سيكام. إشهار المشهد الآن. تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، منتصف النهار 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حديث الساعة، أهم المواضيع المتداولة على مختلف المنصات كالعادة مع نعيمة. صباح النور يا نعيمة. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. الحقيقة شهاب، هو في حديث الناس نحاولوا في كل مرة نجمعوا في مختلف المواضيع، وكنا قبل تحدثنا عن التميز اللي حصلت عليه جامعة تونس المنار. اليوم باش نمشي والمنوبة، جامعة منوبة تحصلت على الاعتماد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. باش يكون حديثنا على الاعتماد هذايا اللي هو الحقيقة إضافة جديدة للجامعات التونسية واعتراف جديد بأهمية الجامعات التونسية. في جزءنا الثاني من لقائنا لليوم باش نتحدث مع سيدة عايدة القلال البيجي، عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات، باش نحكيه على التعاون التونسي الإفريقي، باش نحكيه على البحث على أسواق جديدة البرة ودعم المنتوج التونسي. واليوم زوج ضيفات نساء شهاب، ما شاء الله تبارك الرحمن. كل هالمواضيع باش نتابعها طبعا في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. كما قلت في البداية، باش نحكيوا على جامعة منوبة اللي كانت تحصلت على الاعتماد من قبل المركز الوطني البريطاني لريادة الأعمال في التعليم والاقتصاد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللي صنفها كجامعة مبتكرة وإبداعية. باش نتحدثوا أكثر على التصنيف هذايا، على الأهمية متاعه، على الإضافة متاعه للجامعة التونسية، مع رئيسة جامعة منوبة جهينة غريب. مدام جهينة، صباح النور. صباح النور، يعطيكم صحة على الاستضافة. الله يخليك. قبل كل شيء نقوله مبروك. يعيشك، مبروك لتونس. يعيشك. أعطينا التصنيف هذا بالضبط فاش يتمثل. التصنيف هذا أعطته المركز الوطني لريادة الأعمال في التعليم في بريطانيا. يعني هالتتويج هذا يعني اللي جامعة منوبة عندها في الثقافة متاعها، عندها ثقافة الريادة وثقافة الابتكار. معناها في القرارات اللي تاخذهم الكل وفي كيفاش نسيروا في الجامعة عندنا هالثقافة هذه. ومش هذا بركة، المهم سيكو هذايا نزيد نعلموا فيه للطلبة ونحاولوا مع الطلبة متاعنا باش ننميوا فيهم مع ثقافة القيادة الريادية وننميه فيهم زادة القدرة على الإنجاز والقدرة على التغيير. والجزء الثالث من التتويج هذايا هو أنهم في كل ما يتعمل في الجامعة وفي أغلب ما يتعمل في الجامعة ديما فما الرؤية متاع شنو النجم نضيفه للبيئة متاعنا وشنو النجم نضيفه للمجتمع. معناها في نجم يكون هذا في التكوين ولا في البحث، ديما الجامعة تحاول أنها تشوف البيئة اللي معناتها بحذها وتنجم تشوف المجتمع التونسي وتحاول ديما تلوج شنو اللي باش يضيف وشنو اللي باش يكون ملائم للبيئة متاعنا وملائم للبلاد. دان التتويج هذا هو تتويج يوري اللي جامعاتنا ساعة جامعات مهمة وجامعات عندها برشا معناتها مع إنجازات، ويوري زادة اللي خدمة اللي تخدم مع الثقافة معناتها تعرف ياخو برشا وقت مش تبدل كيفاش الناس تخمم مش تبدل كيفاش الناس تخدم، ينجم من بعد يعطينا نموذج من الجامعات اللي يكونوا جامعات يحبوا يوريوا الفرق ويحبوا يبنيوا الحاجات جديدة وحاجات تنجم تكون
معناتها ظاهرة أكثر على النطاق العالمي. هو سيدة جهينة باعتباره أنك رئيسة جامعة منوبة، تعرفوا أن الاعتماد هذا ما جاش من فراغ، وإنما فما خدمة في هذا الإطار حتى نتحصل اليوم، ومبروك مرة أخرى ليكم ولتونس قاطبة. شنية الخدمة اللي أهلتنا وأنه نتحصلوا على هذا الاعتماد المهم جدا؟ والله احنا كي صبينا دوسي معناتها في الملف سألونا معناتها 4 سؤالات وبالإضافة الإجابات اللي احنا عطيناهم احنا زدنا فهمنا زادة معناتها كيفاش الخدمة الطويلة نجم تجيب حاجة اللي تكون حاجة معناها مخالفة للي قاعد يتعمل. على وجه المثال مثلا احنا عنا شطر المؤسسات متاعنا موجودين كان في جامعة منوبة، أكثر واحدة معروفة والكلكم تعرفوها مع الصحافة وعلوم الإخبار موجود كان في جامعتنا. عنا زادة معهد التوثيق، عنا المدرسة الوطنية للطب البيطري، وعنا المدرسة المعهد التربية المختصة. إذا كي نختاروا باش نزيدوا مؤسسة ما نخموش في شنو اللي معناتها حاجة معناتها موجودة في جامعات أخرى، ديما نخمو شنو ينجم يضيف للبلاد مش موجود. آخر مؤسسة عملناها هي المؤسسة متاع المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية اللي هي بالإنجليزية، واللي خدمنا عليها معناتها 3 سنين باش طلعنا حاجة جديدة مش موجودة في تونس ومطلوبة من الشباب وعندها تشغيلية. دونك هذايا ديما كيفاش عنا قداش من عام نخدمو هكا، ديما نحاولوا في البحث وإلا في التكوين إن نضيفوا حاجة جديدة. بالضبط وهذا هو اللي حبيت نسأله، لأنه يعني النقطة الجامعة بين مختلف المؤسسات اللي ذكرتهم هو الجانب البحثي، الجانب البحثي، المراهنة على الجانب البحثي مما يؤهلنا على الحصول على أكثر من شهادة وعلى تشريفنا في مختلف المحافل، من ذلك هذا الاعتماد كأول جامعة ريادة الأعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالتالي أنا حبيت نسأل على إلاء الأهمية للجانب البحثي في هذا القطب لو اصطلح على تسميته جامعة منوبة، فما تركيز على الجانب البحثي، تركيز كبير واعتمادات ووقت تخصصه للبحث؟ بيسير هو شوف راهو الاعتماد هذا ما يتكونش كان من البحث، معناتها التصنيفات العالميه نتاع تي اش ونتاع شنغهاي كلها على البحث. التصنيف هذا اللي به فيه اللي مش البحث برك، البحث والتكوين والعلاقة بيناتهم، وهذا شنو يعطي للمجتمع. احنا معناتها منوبة مصنفة بالكدا في التصنيفات الأخرى، من التصنيف هذا علاش يظهر لي أنا مهم، وعلاش معناتها حابين نخوضوا معناتها التجربة هذه باش نوريه اللي ساعة التكوين والبحث ديما معناتها ليه ما نجموش واحد يعمل بحث من غير ما يخمم في التكوين، وما ينجمش يكون باهي في التكوين كان البحث نتاعو ما هوش بحث معناها حاجة جديدة، ما نجموش نكملوا نبحثوا في بعض في نفس الحاجات، وما نجموش زادا نكونوا مؤسسة معناتها مرموقة كان البحث نتاعنا والتكوين نتاعنا ما يجاوبش أسئلة نتاع مجتمعنا. هذا هو اللي في الوقت اللي صبينا احنا المطلب نتاعنا، اخر عكس اللي خدمنا عليه يقول لك فهمني انت كيفاش تعمل الربط ما بين هذوما الثلاثة، وكيفاش هذا الكل موجود في تصورك لجامعتك معناتها في عام 2050، معناتها كيفاش انت تتصور اللي الجامعة نتاعك نجم تزيد وتضيف للمجتمع بالثلاثة حاجات هذوما. دونك في التكوين عندنا احنا تكوين اللي معناتها اكثر من شطر المؤسسات مش موجودة، وفي البحث في جامعة منوبة احنا عنا الانسانيات اللي هم مهمين جدا، عنا كلية اداب منوبة، عنا ليبسي، عنا ليستي، عنا الابحاث في التاريخ وفي العلوم الإنسانية وفي علوم الاتصال اللي هما مالوغوزمون ما يظهروش ياسر في التصنيف العالمي على خاطر مبني أكثر على العلوم الصحيحة، وهذه أبحاث اللي عندها تأثير من نجم نقولوا حيني على المجتمع، تحاول تفهم مجتمعنا وتحاول تعطي معناتها حلول لمجتمعنا. في الابحاث نتاعنا عندنا دونك هذوما الانسانيات، اما عندنا زاد الابحاث اللي هما علميه تحت نجم نقولوا في العلوم الصحيحه اللي خلاو جامعه منوبه هي عندها 50 معناتها في السكور نتاع التاثير
معناتها من 50 ما تعرف انت يقصدوا جامعات من الجامعات الاكثر تاثير في العالم. وهذايا على خاطر زاد الابحاث نتاعنا نحاولوا نعملوا الابحاث نتاعنا على كل ما هو تنميه مستدامه مثلا. احنا اهداف التنميه المستدامه من اول بدينا من اللي بداوا هم من 2015 واحنا حاطينهم كركيزه اللي هو نحبوا نخدموا الطلبه نتاعنا على اهداف التنميه المستدامه ان نعملوا الابحاث على التنميه المستدامه. وكي نعملوا تكوين جديد نحاولوا نعملوا تكوين جديد اللي هو يكون يأهل المتخرجين نتاعنا باش يكونوا فاعلين في الاهداف التنميه المستدامه. السيده جهينه، حبيت نسالك انا قبل ما نحيل الكلمه لمحلل الحصه نجم الدين العكاري اللي يتفاعل معك، احنا تحصلنا على المرتبه الاولى في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، من بين قداش من مترشح؟ لا هو مش المرتبه الاولى، راهو احنا اول جامعه اعترف بها. الاعتماد كاول جامعه بالضبط. اول جامعه لا هو مش كلاسمون، ماهوش رانكينج كيما لي رانكينج نتاع الاخرين. لا اول جامعه معترف بها عالميا اللي هي جامعه رياديه اللي فما ريفيرونسيال. ما تعرف خاطر واحد ينجم يقعد ديما يقول لي انا خشين واحسن جامعه واحسن يلزم معناتها مؤسسه اللي تكون عالميه، انت تقول هاوش عندي انا شو نعمل، وهو يقول لك ان انت بالحق معناها عندك تستحق الاعتراف هذا ولا لا. هذوما لي زاكريديتاسيون مش لي رانكينغ، زاكريديتاسيون. واضح. نسمعوا نجم الدين العكاري بعد اذنك. صباح الخير مدام جهينة، حبيت أعيشك، حبيت نسأل هل الاعتراف هذا هو دائم ولا يتجدد كل فترة، وشنية انعكاساته على اختيار الشعب الجديدة في جامعتكم اللي تتماشى مع سوق الشغل في تكوينها، سوق الشغل التونسية والأجنبية، معنى مضاعفة نسبة التشغيلية. هو الاعتماد هذا لمدة 3 سنوات، معناتها على الاعتماد من 2024 حتى 2027 احنا معتمدين كجامعة ريادية معناتها من عند المركز الوطني لريادة الأعمال في التعليم. دونك عندنا 3 سنين عندنا الاعتماد هذا، بعد 3 سنين نعاودوا نصبوا دوسي آخر ونشوفوا كان نجموا نعاودوا 3 سنين أخرين، على خاطر عندك يلزم كل ديما تعاود توري اللي أنت كملت وماقي في نفس الثقافة وباقي في نفس التمكين الطلبة والأساتذة والإدارة باش يكونوا هما زادة قياديين. أنا الوش نقول لك هذايا معناتها عنده انعكاس، هو الساعة نتيجة وعنده انعكاس. هو نتيجة لخاطر هما كي قرروا وعطاونا الاعتماد شافوا اللي القرارات اللي تاخذوا والشعب اللي قاعدين نحاولوا احنا ان نزيدوهم، شعب اللي هما كي نخموا فيهم نخموا اللي هما مش موجودين، نخموا هما اللي مهن المستقبل، ونخموا اللي هما اللي باش يجيوهم يجيو خاطر يحبوا يعملوا الخدمه هذيك. هذه حاجه مهمه خاطر تعرفوا اللي لوريونتاسيون في تونس معناها عندك موين بتاع الباك تحط انت شنو تحب ومن بعد انت وموينك وانت وش قداش طلبوا الفيليغ هذيك. دوك احنا كي نخموا باش نعملوا برنامج جديد نخمو ساعة اللي هو يكون التكوين هذايا متلائم مع اش باش يصير في الاعوام الجايه. اما هذا ما يكفيش، على خاطر يلزم اللي خذا الباك يكون في باله، واللي خذا الباك يكون ينجم، واللي خذا الباك توا معناتها كي نقولوا له راهو الخدمه هذايا معناتها وقت اللي انت تكمل باش تكون هي مطلوبه نقولوا له، وصحيح مش قاعدين نبيعوا له في الوهم. دوك انها الاعتماد هذايا ورا اللي احنا في كيفاش ناخذوا القرارات نتاعنا معناتها عندنا مع الطلبه ومع الاساتذه ومع الاداره، وكيفاش نعملوا لي بروجيكسيون نتاعنا باش نفهموا شنو هو اللي باش يكون مطلوب، وهذاك من بعد نترجموه في التكوين ونترجموه في البحث. هذاك هو اللي باش يخلينا نهار اخر معناتها نوفيو بالوعد نتاعنا. واضح. شكرا جزيلا رئيس جامعه منوبه سيده جهينه غريب على كل ما افدتنا به. مبروك لك ومبروك لتونس مجددا. بعد قليل باش تكون حاضره معنا بالهاتف سيده اخرى، نحكي مع عايده القلال الباجي عضو المكتب التنفيذي للغرفه الوطنيه لصاحبات المؤسسات. العديد من النقاط اللي باش نحكيو فيها من خلال هذا
التدخل الهاتفي. شكرا على تفاعلكم معنا على المتابعة. أما الآن مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف ليرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. منتصف النهار و33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية متجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات. بعد قليل باش تكون حاضرة معنا بالهاتف السيدة عايدة القلال الباجي، عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات، طبعا في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. وقبل ما ناخذ ضيفتنا الكريمة، والله فما نقطة مهمة تحتاج أنه نوضحها نجم ونعيمة في علاقة بالأداء. أنا نحكي في مختلف المسؤوليات، لاحظنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نوع من الكره، نوع من الحقد، نوع من الشماتة، نوع من التشفي. شوف رأوا في كل الأنظمة الديمقراطية وكل المسؤوليات اللي تناط بعهدة المسؤولين، فما قاعدة نعتمدها هي النتيجة، أنك أنت في هذه المسؤولية عقد أهداف، عندك مسؤوليات وكذا. إذا كان أنت وفقت ما وفقتش فيها، سنة التداول موجودة في مختلف المجالات، ويجي غيرك وإن شاء الله يوفق فيما لم توفق فيه، وبالتالي ما فماش مجال وأنه نوصلوا أنه نسبوا العباد وأنه ننتهكوا أعراضهم، وأنه حتى وإن لم يوفقوا في مجال من المجالات، إذا تعلقت به تهم القضاء هو كفيل بأنه يبين هذا. أما
احنا توانسة في بعضنا ما يخرجش علينا، ومش معقول وانه نشوفوا هذه الحملة الشعواء من الشماتة ومن القذف اللي لا مبرر له، من المفروض وانه لا يمر مرور الكرام، كل واحد يكون مسؤول على اي كلمة يقولها. مش احنا اليوم عنا هذا المنبر نستغلوه في غاية اخرى، لا، احنا عنا دورنا اللي نقوم به بطبيعة الحال كصحفيين، نحاولوا ان نكونوا على مسافة واحدة مع مختلف المواضيع، وحاولوا انه طالما انه البرنامج يعنى بشأن العام انه نتعاطاه مع المواضيع اللي تتعلق بشأن العام. اما الاشخاص عديد الضيوف، انا مش نحكي مثلا على سي احمد سولة اللي تمت إقالته اللي حضر معنا في هذا المنبر، مش في وارد الدفاع عن الرجل، ولكن الرجل كان متعاون معنا وكان يحضر وكان يقدم المعلومة في إبانها. على المستوى التسييري وفق ولا ما وفقش، هذه مسؤولية أخرى، ولكن ما نمشيوش في أنه ننتهكوا أعراض الناس. نجم هو في الحقيقة موجود، والتوفيق في الأداء وإلا عدم التوفيق فيه يتقيموا السلطة المعنية طبعا. وثم زوز آليات اللي ما ينجحش، هي ثم يا آلية الإقالة أو الاستقالة. صحيح الاستقالة ما هيش دارجة عنا برشا في تونس، لكن كتم الإقالة ممكن يدخل في مسؤولية ثانية في بعض، ولا يجي واحد آخر، وهذا تداول على السلطة كما قلنا فيها، وتداول على المسؤوليات، وهذا من النظم في النظم الديمقراطية الكل موجودة، واليوم موفق في مسؤولية ما وإلا ما وفقش، خرج في إطار تقييم معين لسلطة الإشراف، وغدا ينجم يجي في مهمة أخرى ولا في حاجة وينجم ينجح، وإلا اللي يجي الثاني ينجح ويعطي دفع للمؤسسة اللي كان فيها. لكن أصوات هذه متاع الولايات الجديدة خاصة مع جايين وسائل التواصل الاجتماعي، وهل منسوب الحق اللي قاعد يرتفع بالضبط، أصبح كل شيء مباح يعني. لا، أصبح كل شيء مباح وكل واحد يعطي كلمته، وكأنه من 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 باب المسؤولية على المسؤول في حد ذاته. فما أجهزة رقابة، فما أجهزة تقييم أداء مكفول لها، وأن يتقيم أداء كل مسؤول وكل واحد في هو في الحقيقة من الأمور. في الحقيقة شياب، حتى المواطن من حقه زاد من حقه، ولكن ما لا مش يتداول في شأن العام، ما نمشيوش لانتهاك الأعراض. احترام الناس، احترام الناس، وهو مسؤول، واحترام الناس حتى إذا لم يعد مسؤولا بأي صيغة من الصيغ، احنا نحترم الناس. حاجة أخرى، هو راهو ينجم يعاود يرجع مسؤول مرة أخرى في مكان آخر. علاش هذا التشنج؟ احنا متشنجين أكثر من اللازم، حتى في طريقة القيادة في السياق احنا متشنجين يعني. راهو هو في علاقة بإقالة سي أحمد سولة، كي قريت على مواقع التواصل الاجتماعي كلهم ربطوا العلاقة بقصان الماخي، هو مسؤول على قصان الماخي في كل منطقة في كل معناها آية. ما فهمتني شهاب، معناها راهو صحيح، هو كما قلت انت سيحاسب من شيرة اخرى، لكن راهو دخلوا في متاهات اخرى السيد في غنى عنها. احنا اللي حكينا فيه نعيمة، هذا هو انتهاك الأعراض، هذا انتهاك الأعراض اللي مش مسموح به، ولكن المواطن من حقه أنه يبدي رأيه في كنف الاحترام، نأكدوا على الاحترام. هذا هو واحترامنا مكفول لضيفتنا الكريمة اللي صبرت علينا منذ مدة، هي معنا عبر الهاتف، السيدة عايدة القلال الباجي، عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات. سيدة عايدة، مرحبا بيك، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا، مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. مشكل. الله يخليك، بارك الله فيك. أكيد تشاطرنا الرأي، والاحترام مكفول للناس الكل مدام عايدة من منطلق المسؤوليات. هذه القاعدة الاحترام. بالضبط، ما فهمش علاش احنا وأنه نمشيوا للثلب ونمشيوا للسب والانتهاك الأعراض، هذا مش من ثقافتنا وما عندوش حتى علاقة بالثقافة التونسية الصميمة. طمنا. أنا جيت من مدغشقر والشعب مدغشقر شعب فقير جدا جدا جدا. كان شوف كيفاش الاحترام والتربية والأخلاق عالية جدا، معناتها حاجتين ما تقارنهمش. ما نعرفش علاش في تونس ولينا في الأخلاق مش موجودة برشا في الشارع ولا حتى في مهم جدا وانا نجري العديد من المراجعات. انا باش نربط بالمعلومه اللي سقتها وانت راجعه من مدغشقر، اليوم نشاط صاحبات المؤسسات خارج
تونس، لو تعطينا فكرة سيدة عايدة. أي نعطيك، أنا نعرف الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات اللي هي غرفة تابعة للتكا الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، موجودة من 1990. احنا منتخبين باش نكونوا معناتها تحت خدمة كل صاحبة مؤسسة، باش نأثروها، باش نكونوا على علم بما يوجد على النطاق الإفريقي والعالمي، يعني لخاطر توا العالم ولا قرية والسوق ولا قرية صغيرة، ما تعرف كيما فما التجديد، فما التواصل الاجتماعي، فما برشا حوايج جديدة اللي صايرة اللي هي تخلي العالم يولي صغير جدا. ولذلك احنا مفتخورين اللي اول مرة تونسي اللي هي تونسية الاصل، تونسية اللي هي رئيس الغرفة الوطنية صاحبة المؤسسات، تكون معناتها منتخبة نائبة لجامعة نساء صاحبة المؤسسات اللي تابعة للفوميزا، والفوميزا مدام ليلى. مدام ليلى بالخير يا جابر، اللي هي السوق الإفريقية الشرقية والجنوبية، معناتها هذا فخر لتونس وكل الشركات التونسية، معناتها وجودنا في الكومفيد يسمى الكومفيد فوميزا فيدريشن اوف هيومن انديزيز. كده صار الانتخاب في مدغشقر، وكذلك كان تم حدث ثاني في مدغشقر اللي هو تسمى التريد فير، اللي هو معناتها سوق اللي موجودة لواحد وعشرين بلد كانت موجودة وجابت السلع بتاعها كانت موجودة، وكذلك برشا ندوات كانت تتعلق بالمبادلات التجارية، متعلقة زادة بالفينانسمون هو شنو بالعربي، التمويل بالشركات، والافتتاح كان موجودة فيها زوجة رئيس مدغشقر، وهذا كان معناتها أعطاه بعد كبير جدا على نطاق الإفريقي والعالمي، معناتها كانت حتى الصحف العالمية كانت موجودة تتحدث على هذا الحدث اللي كان موجود في مدغشقر. مثل هذا الحدث ترافقوا أحداث أخرى، ثم شنو ينجم يضيف لنا لتونس بالضبط، لأنه تعرف شعارنا هو حتى تكتمل الصورة، كل ما هو اقتصادي يبدو صعب على المتلقي، نحاول أن نوضحه مثل هذه المشاركات القيمة، منها مشاركتكم والحدث اللي انتظم في مدغشقر وفي دول أخرى، شنو ينجم يضيف؟ ولا هذا ينجم يضيف الموقع لكل شركة تونسية اللي تحب تصدر وتورد، معناتها احنا كنقولوا تبادل تجاري، إذا نخموا في التصدير والتوريد، على خاطر توا السوق الإفريقية معناتها نلقاو كل شيء ما هو معناتها من مواد أولية اللي كانت شركة تونسية تورد فيها من أوروبا ولا من آسيا، توا بحكم اللي نقل البضائع غلي برشا، معناتها الثمن باهظ جدا، توا نجموا نجيبوا المواد الاوليه مثلا من افريقيا، وحتى التبادل التجاري، حتى بضاعه معناتها تبادل ما بين بضاعه والا السيرفيس والا اي حاجه تكون معناتها صار فيها تشبيك، صار فيها دراسه، صار فيها معناتها تباحث، على خاطر علاش الكوميزا هي الحاجه الباهيه اللي فيها اللي بدون جمارك، معناتها كل السلع تتبادل بدون جمارك، معناتها توا كان نحكيو على ما فيش اداءات جمركيه، ما فيش اداءات جمركيه، فوالا هي الحاجه اللي معناتها نقطه قوه بوجودنا احنا في الكوميزا، وحتى الكوميزا زاد تمنح لنا برشا كثير من التكوين والتدريب. أنا مسؤولة على الأكاديمية لصاحبة المؤسسات اللي هي تابعة للغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات، نظموا على طول العام دورات تكوينية، معناتها باش صاحبة المؤسسات يكونوا معناتها متطلعين على كل ما هو جديد في
في إدارة الأعمال، في التسويق الإلكتروني، في الذكاء الاصطناعي، معناتها هذا الكل نحاولوا ان نطورهم من قدراتهم باش يكونوا متمكنين. حتى هي صاحبة المؤسسة كي تكون متمكنة من هذا الكل في إدارة المؤسسة بتاعها وتكون مفتوحة على العالم، معناتها بعد كي يولي فما تشبيك وفما إذنها باش تمشي وتبيع وتحكي على مشروعها وتحكي على البرودوي بتاعها، معناتها المنتوج، تكون تبدأ مرتاحة، عندها ثقة في روحها. راهي الثقة هي الأساس في كل التبادل، في كل معاملات. هي ثقة في روحها، معناتها تنجم تعمل خطوات وتقدم. حتى كان ما عندهاش ثقة في روحها في منتوجها وتقولك لا أنا أفريقيا صعيبة، ما فما شيء صعيب. صحيح. بالعكس، معناتها احنا نمشي وبرشا ونسافر ونشوفه في الأسواق الأخرى، ما فما شيء صعيب. معناتها تكون عندها ثقة في روحها، تحسن منتوجها، يكون المواصفات العالمية موجودة، هذا مهم جدا، المواصفات العالمية والأسواق معناتها موجودة، وكل واحد معناتها حتى شركة صغيرة، شركة متوسطة، شركة كبيرة تنجم تلقى حظها في هذا السوق، في هذه القرية. وفي هذا الإطار، في علاقة بالورشات وبالتكوين، يوم 21 جوان 2024 كنت نظمت ورشة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول دعم قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مواجهة الأسواق الخارجية في مجال التصدير وفق المواصفات الدولية. صحيح، كما قلت لك احنا دورنا هو التكوين وكذلك تنظيم الورشات اللي هي تكون نعملوا كل معناتها الفاي، معناتها نقولوا لهم ها واللي فما موجود. كما احنا جبنا مثلا حكينا على لابيل حلال اللي هو توا ماخذ اسواق كبيره جدا، مش حتى في البلدان الاسلاميه، في كل البلدان مطلوب هذا لابيل حلال. علاش؟ على خاطر هو كل الثقه في ان المنتوج هو منتوج صحي، ما يتكونش من مواد غير صحية اللي تكون معناتها تأثر على صحة الإنسان. ولا مطلوب كثير، معناتها فما برشا، مش في الأكل برك، حتى اللباس، حتى الكوسمتيك، التجميل، كل هذه المواد معناتها تنجم تكون بالبال حلال. حكينا على التكستيل، حكينا على كيفاش البرامج الموجودة اللي هي تنجم تأثر نساء صاحبة المؤسسات. كما جبنا جايزة، جبنا كل ذم البرامج اللي تنجم تحيط وتأثر وتعاون صاحبة المؤسسة. باش نفتحوا باب التفاعل مع محلل الحصة سي نجم الدين العكيري بعد إذنك. مدام عايدة مرحبا، حبيت نشير لك زادة للغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، سبق لها باش ترأست المنظمة العالمية زادة للنساء صاحبات المؤسسات، لكن أنا باش نرجع بيك شوية لتونس. حبيت نسأل على حجم ووزن النساء صاحبات الأعمال في النسيج الاقتصادي، قديش من امرأة معناها اللي عندهم المؤسسات، وقديش النسبة المئوية تقريبا في نسيجنا الاقتصادي الوطني؟ والله نجم نقول لك احنا في 2016 مع البارتنير بتاعنا اللي هو اللويتي، دونك تلقى الدراسه حول الرياده النسائيه، وحبينا يكون فما دي ستاتستيك، معناتها احصائيات فوالا اللي هي تكون مجند، معناتها فيها سنسيبل جونغ، معناتها ينجم يكون فيها النساء والرجال قداش. حسب الاحصائيات هذيك وصلنا اللي هو فما 10% فقط نساء صاحبات مؤسسات في النسيج الاقتصادي التونسي. هذا من 2016، ارقام 2016 2017 اي 2017 اي دونك مازالوا ما عندناش احصائيات. ما صارش تحيين وفما فما في لابي في لاجونس دو بروموسيون دو لينوفاسيون
فما باغ سيكتور معناتها كل سيكتور ينجم يعطيك احصائيات النساء قداش والرجال قداش. هي شركات عائليه تقريبا مدام عايده يظهر لي اللي النساء صاحبات المؤسسات هي ديما ازواجهم ولا غيرهم زاد هم اصحاب مؤسسات. هي تقريبا مؤسسات عائليه كبرى ولا مجمعات اقتصاديه فيهم النساء ياخذوا جزء من الشركات هذه هكا اكثر ولا ثم زاد هذيك كي نمشيو نحكيو على التاي معناتها هي قداش معناتها هي التاي تاعها نجم نقول لك اللي حتى الشركات الصغرى والصغرى جدا النسيج معناتها ماشي ويزي معناتها تحسب توا حتى لي زارتيزان نجم نحسبوهم نحطوهم في النسيج الاقتصادي خاطر هما عندهم دور كبير باش يصدروا ومعناتها ويخلقوا الثروه. مي كي تحسبها بال معناتها بالشيفخ دافير نجم وي هذاك هو معناتها الشركات العائليه الاكثر منها هي اللي تاخذ معناتها لاباغ الكبيره تاع تعرف سيدة لا. سيدة عايدة تعرفوا أنه وجودنا في الفضاء الأفريقي مهم جدا وأولوية بالنسبة لنا وأكيد الأمر هذا فيه منافسة كبيرة. إحنا وين في الفضاء الأفريقي موجودين بقوة نسبة وجودنا في هذا الفضاء المهم جدا وتعرفوا أنه اليوم الفضاء الأفريقي حتى العديد البلدان الكبرى تتنافس على هذا الفضاء من ذلك الصين. والله احنا كنا موجودين البارح في الورشه اللي كانت ندوه منظمه من عند جيباكس اللي هي احنا حضرنا في الندوه اللي كش دور رائده صاحبه الاعمال في تطوير المبادلات التجاريه وكنا استضفنا ضيفه من افريقيا الجنوبيه وكانت منبهره معناتها منبهرة بوجود قوي لنساء صاحبات الأعمال وب معناتها شنو عندهم كم خدي شنو يبيعوا شنو عندهم كم الكوسميتيك اللي عندها في التكستيل وتقول هذايا عندنا معناتها في جنوب أفريقيا عندنا معناتها بزوان كبير برشا لهذا الكل البزوان فما معناتها شوف كيف حاجات كيف هكا ملتقيات كيف هكا تخلي التشبيك يكون موجود صحيح كل معناتها كل المنتوجات التونسيه مطلوبه في السوق الافريقيه لازمها الناس تتحرك لازمها تمشي تشوف لازم تستعمل الادوات توا السوق المشتركه للشرق وجنوب افريقيا والمنطقه القاريه للتبادل التجاري حطوا على ذمه الشركات الكثير من الادوات الالكترونيه اللي نجموا يستعملوها حتى في كيما الباكس مثلا في الفينانس معناتها في البيمون كيفاش باش يتعاملوا باش يخلصوا بعض معناتها سهلت كل سهلوا توا يذكر فما المشكل الكبير هو النقل بالضبط. انت ما دام حكيت على المشكل الكبير انا حبيت في دقيقتين مازال دقيقتين في هذا اللقاء الاذاعي يعني اهم الصعوبات اللي تعترضكم على اهميه العمل اللي تقوموا به على مستوى الانتشار في الفضاء الافريقي مثلا شنو اهم الصعوبات والمعوقات؟ هو الصعوبات نجمو نحكيو على النقل على خاطر كيف النقل باهظ جدا مثلا كنا في مدغشقر تونسيه عايشه غاديكا تجيب الديلي معناتها تجيب ما نقولش معناتها تجيب العجين وتجيب المالي محلي ويجيب كثير من المنتجات التونسيه تقول لك انا النقل باهظ جدا. ونحب نشير الحاجه اللي هما متقلقين برشا التونسيين غادي انا نحكي على صعوبات الغرفه الوطنيه لصاحبات المؤسسات هذيك شراكه على خاطر احنا باش نعاونوهم باش فما تونسيين باش يمشيوا يبيعوا منتوجاتهم غادي على خاطر توا النقل تعرف من المشكل في البحر الاحمر دونك النقل البحري ولا باهظ جدا خاطر يعمل الدوره على افريقيا الكل ما تمشيش الجنوب افريقيا حتى وسط افريقيا توا حتى بالطائرات باهظ جدا حتى مش نقل بضع حتى النقل احنا مسافرين باش تمشي تاخذ مسافرين غالي
باهر جدا نوك ما زالت الحكايه هذه اللي تنجم تكون عائق للتنقل والتبادل البضائع. واضح جدا، شكرا جزيلا سيدة عايده القلال الباجي، عضو المكتب التنفيذي للغرفه الوطنيه لصاحبات المؤسسات، ربي يوفقكم ان شاء الله. مشكوره جدا على هذا الحضور وعلى كل ما افدتنا به. منتصف النهار 54 دقيقه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، احنا هكا نصل الى ختمه هذا العدد من برنامج المشهد الان. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، ربي بقي الستر على تونس، إلى اللقاء.